السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس النشاط اللغوي، ألا وهو اسم المفعول. ما المقصود باسم المفعول؟ اسم المفعول هو اسم مشتق يدل في بنائه على من وقع عليه الفعل. اسم أي ليس فعلا ولا حرفا. مشتق، ما معنى كلمة مشتق؟ مشتق أي مأخوذ من غيره، يدل في بنائه على من وقع عليه الفعل. فمثلا كلمة مضروب تدل في بنائها على من وقع عليه الضرب. أحسنتم، فلنقرأ سويا هذه الفقرة ثم نتابع. إن الإنسان معروف بالحذر والخوف من المجهول، والحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وإنما تتقلب بنا بين السعادة والشقاء والفرج والضيق، ولذلك يجب على كل منا أن يتخلى عن الحذر أحيانا، وأن يتحلى بروح المغامرة للوصول إلى هدفه المنشود، وأن يبادر في إيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة تواجهه. ركزوا معي أبنائي وبناتي على هذه الكلمات التي لونت باللون الأحمر: معروف، مجهول، منشود. لاحظ الكلمات الملونة باللون الأحمر، ألا وهي معروف، مجهول، منشود. تجد أنها على وزن مفعول، فمعروف وزنها مفعول، مجهول وزنها مفعول، منشود وزنها مفعول. ما الفعل الثلاثي لكل من معروف، مجهول، منشود؟ أحسنتم، الفعل الثلاثي لمعروف عرف، ومجهول جهل، ومنشود نشد. عرف، جهل، نشد. ما الأحرف التي زيدت على عرف وجهل ونشد حتى صارت معروف، مجهول، منشود؟ وأطلب منكم أن تتجاهلوا هذه الألف واللام، وركزوا معي على معروف فقط، مجهول فقط، ومنشود فقط. أعيد السؤال مرة ثانية: ما الأحرف التي زيدت على هذه الأفعال حتى صارت بهذا الشكل؟ هناك حرفان: الميم والواو، الميم والواو. فاسم المفعول بدأ بحرف الميم، وهو حرف زائد، وزيدت الواو قبل الحرف الأخير: معروف، مجهول، منشود، وهكذا. هل دلت على من وقع عليه الفعل؟ معروف. هل دل على من وقع عليه الفعل؟ نعم. مجهول، هل دل على من وقع عليه الجهل؟ نعم. منشود، هل دل على من وقع عليه الفعل؟ نعم. هذه الأسماء معروف، مجهول، منشود مشتقة من أفعال ثلاثية: عرف، جهل، نشد. فكلمة معروف مشتقة من عرف، وكلمة مجهول مشتقة من الفعل. من يبادر بالإجابة؟ كلمة مجهول مشتقة من الفعل، جهل. أحسنتم، وكلمة منشود مشتقة من الفعل، نشد. أحسنتم،
ثم تأمل دلالة هذه الكلمات، تجد أنها تدل على من وقع عليه الفعل، فمعروف ومجهول ومنشود تدل على من وقع عليه الفعل، لذلك نحن نسميها باسم المفعول. هيا بنا أبنائي وبناتي كي نستخلص القاعدة. اسم المفعول هو اسم المشتق، وعلمنا المراد والمقصود بكلمة مشتق، يدل في بنائه على من وقع عليه الفعل، يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. وقد اقتصر منهجكم على صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي، فلنقتصر نحن على ما اقتصر الكتاب عليه. يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، نصر هذا فعل ثلاثي. إذا أردنا أن نصوغ منه اسم المفعول فإنه منصور. نركز سويا بارك الله فيكم، انظروا إلى هذه الأفعال: ناصر نصر، ضرب ضرب، شرح شرح، أفعال ثلاثية لا شك في ذلك. انظروا، لو أننا قمنا بصياغتها على وزن مفعول، ما الناتج؟ ما الذي سينتج لنا بعد ذلك؟ لو أدخلنا نصر هنا وصغنا نصر بصياغة مفعول، ما الناتج؟ وكذلك ضرب، ما الناتج؟ وشرح، ما الناتج؟ انظروا، نصر وزنها، نصر وزنها فعل. أما لو أردنا أن نصوغها على وزن مفعول فإن الناتج منصور، وكذلك ضرب إن أردنا أن نقوم بصياغتها على وزن مفعول فإن الناتج مضروب، شرح مشروح، وهكذا. لو لاحظنا فإن الميم التي تعمدت تلوينها باللون الأحمر وكذلك الواو هي أحرف زائدة، بينما الأحرف التي ظلت باللون الأصفر هي الأحرف الأصلية. هيا بنا كي نطبق ما تمت دراسته. استخرج اسم المفعول من الفقرة الآتية، ثم بين الفعل الذي اشتق منه. في أحد المطاعم المشهورة في حينا، المطاعم المشهورة، مشهور مشهور، قرأت لافتة مكتوبا مكتوب مكتوبا، عليها التدخين ممنوع، فسألت والدي عن سبب ذلك فأجاب: حتى لا يتأذى غير المدخنين الموجودون في المكان. موجود موجود، التدخين ممنوع ممنوع. إذن إذا أردنا أن نستخرج اسم المفعول من هذه الفقرة، أول هذه الأسماء المطلوبة إنه مشهور. أحسنتم، ما الفعل الذي اشتق منه؟ شهر. أحسنتم، أين اسم المفعول الثاني؟ انظروا، مكتوب. ما الفعل الذي اشتق منه؟ كتب. أحسنتم، فلنتابع. ممنوع، ما الفعل الذي اشتق منه؟ منع. وأخيرا موجود، فعله وجد وجد، وهكذا. هات اسم المفعول من الفعلين الآتيين وضعهما في جملتين من إنشائك: صنع،
حفظ. ما اسم المفعول من صنع؟ مصنوع. إذا أردنا أن نضع كلمة مصنوع في جملة، ربما نتوصل إلى هذه الجملة: هذا القطار مصنوع من الحديد. مصنوع اسم مفعول، صيغة من الفعل صنع. حفظ اسم المفعول من حفظ، محفوظ. فلنقم بوضع كلمة محفوظ في جملة مفيدة: القرآن محفوظ بحفظ الله. محفوظ صيغة من الفعل واشتق من الفعل حفظ، وهكذا. أكمل كل جملة مما يأتي باسم المفعول المناسب للمعنى. ركزوا، وينبغي علينا أن نقرأ السؤال قبل أن نجيب حتى نفهم المطلوب. أكمل كل جملة مما يأتي باسم المفعول المناسب للمعنى، مستعينا بالأفعال. أعطانا أفعال وأراد منا أن نصوغ منها اسم المفعول، ثم نقوم بوضع اسم المفعول في المكان المناسب. سمح اسم المفعول منها: مسموح، مظلوم، محبوب، مكروه، مسؤول، وهكذا. اتق دعوة المظلوم. أحسنتم. استخدام الهاتف أثناء القيادة غير مسموح. المهذب، المهذب محبوب، والبذيء مكروه، الأم مسؤولة عن رعاية أولادها. أبنائي وبناتي، لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم لكم جميعا بخالص التحية. كان معكم أستاذكم صلاح العشماوي، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.